شكرا على حضرتك وعلى كل جماهيرك الكرام. عجبك الماتش؟ لا طبعا مباراة صعبة جدا، مش هنقول مباراة للنسيان، لكنها مباراة لوضع النقاط فوق الحروف. فريق كرة القدم بالنادي الأهلي بقاله فترة في بعض المشاكل الفنية وبعض المشاكل في بعض المراكز. الدوري المصري بقى في حالة من الضعف، انه ما يكشفلكش معظم العيوب اللي في الفرق. يعني انت تشوف اللي الفرقه ماشيه كويس وادائها كويس وبتكسب والامور ماشيه تمام، فبالتالي ما فيش اي فزاعه. لكن كابوس اليوم هو الاخطر في تاريخ النادي الاهلي. لم يتلقى النادي الاهلي هزيمه بخماسيه في البطولات الافريقيه الا هذه الهزيمه. دي اكبر هزيمه في تاريخ النادي الاهلي افريقيا. عشان كده لازم الوقوف عندها شويه. لازم نقول إن, ان 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 بطل جنوب افريقيا ادار اللقاء بشكل جيد يا استاذ احمد، بمعنى ان المدير الفني بيتسو موسيماني راجل عنده خبرات كبيره جدا، مستقر مع هذا الفريق منذ عام 2012. الراجل ده جاب معاهم ثلاث بطولات دوري وبطوله افريقيا على حساب الزمالك لما كسب الزمالك 3-0. اول ما وقع مع النادي الاهلي في القرعه صرح تصريح هنا في القاهره، قال انا هلاعب فريق اوروبي وانا مش قد الاهلي، وقال ان الاهلي كده اقدر اقول زي الانديه الاسبانيه. طبعا هذا الرجل يجيد هذه التصريحات لطمانه المنافس. في المقابل بقى غير مباراه الاهلي، بدل ما كان ميعادها الساعه 6 خلاها الساعه 3. عايز يلعب الساعه 3 العصر. وبعت للاتحاد الافريقي، والاتحاد الافريقي بعت للنادي الاهلي. ده اذا الراجل دارس الساعه البيولوجيه بتاعتك، عايز يلعبك في وقت ما تكونش مركز فيه ولا لعبتك بتلعب في الوقت ده خالص. وبالتالي المشهد اللي احنا شفناه من الخمول اللي عند اللعيبه وعدم الجديه وان حاسين لعيبه الاهلي عندها حاجه غلط، ده فنيا ليه تفسير ان دي ساعه القيلوله عند اللعيبه اللي ما بيلعبوش بيها بقالهم فترات طويله ولم يتم التدريب عليها وقت كافي قبل المباراه. حاجه الثانيه ان هذا المدير الفني الجنوب افريقي شاهد 7 مباريات للنادي الاهلي، على راسها مباراتين مهمين جدا وقف عندهم، مباراه الاهلي وبيراميدز ومباراة الأهلي والزمالك. شافهم بشكل جيد جدا، قدر واستطاع أن يدرك أماكن القوة وأماكن الضعف في النادي الأهلي. وبناء عليه ابتدى يلعب بالشكل الـ 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 الأفضل ليه. في المقابل أراهن وأؤكد أن المدير الفني للنادي الأهلي لم يشاهد الفريق الجنوب أفريقي بالشكل الجيد. بمعنى أن بطل جنوب أفريقيا بيلعب كرة على الأرض، بيلعب بالطرفين، بيستحوذ على وسط الملعب، قوته في العرضيات العاليه والارضيه، ما بيلعبش الكرات الطويله خالص. كل ده ما اتشافش بالشكل الكبير، وهم لعبوا على الظهير الايمن والتحرك في ظهر علي معلول وفي ظهر محمد هاني، وابتدوا يعملوا العرضيات الارضيه في استغلال منهم للاخطاء الدفاعيه المتكرره في النادي الاهلي اللي لعبوا عليها بشكل كبير جدا. خدمهم لاسارت ايضا بالتشكيله اللي بدا بيها الماتش، هي تشكيله خاطئه كمان طريقه اللعب. النهارده مارتن لاسارت بيغير طريقه اللعب من 4-2-3-1 الطريقه المثلى للنادي الاهلي ال 4-3-3، ظنا منه لما يلعب بيه مدافع ثالث في وسط الملعب هيقفل الخطوره. هو ودى الاستحواذ لخط وسط سان داونز في الوقت اللي فيه رمضان صبحي ما عملش الواجب الدفاعي بتاعه مع اجاييه اللي كانوا بعاد تماما، وبالتالي لما يلعب 4-3-3 ويبقى عنده خط الوسط ما يقديش الغرض المطلوب منه وخط الهجوم ما فيهوش سرعات، يعني اجاييه ورمضان صبحي ومروان محسن الثلاثه اللي قدام، وانت بتلعب بره وبتلعب بشكل مدافع في وسط الملعب محتاج لعيب ينقلك بسرعه، مش لعيب يقف على الكوره ولسه هيفكر. فبالتالي كانت نقل الكره بشكل بطيء شويه. النتيجه فيها توفيق لصالح سان داونز رغم عدم وجود الاهلي فنيا. الهدف الثالث طبعا ضربه جزاء مش صحيحه، الهدف الرابع لمسه يد، ولكن اخطاء التحكيم وارده. ولكن في المجمل الشناوي انقذ عدد كبير من الاهداف، العارضه تصدت لهدف مؤكد، النادي الاهلي غاب تماما في حاله عدم ظهور اللاعبين بمستواهم. انا قلت الاهلي النهارده كان ممكن 7-8-9. مظبوط الارقام، ولكن ستر ربنا وان كانت الهزيمه ثقيله جدا. الهزيمه كارثه يعني طبعا، احنا بنتكلم على الاهلي وخمسه طبعا، فكارثه كبيره ما حصلتش خالص على التاريخ. لكن ايهاب كلمني الروح، ما لقيتش الروح النهارده، ما فيش يعني. كان ممكن تلعب وتتغلب بس يبقى عندك روح انك بتلعب كوره، ما فيش حد بيلعب كوره النهارده.
قول لي ايه الحكايه دي؟ في جزء جدا مهم يا استاذ احمد في الحته دي. اولا روح اللاعبين، عدد كبير جدا من اللاعبين اللي بيلعبوا في فريق النادي الاهلي ما عندهمش روح الفانيلا الحمراء، ما عندهمش روح الفريق، ما فيش الكون. النهارده لاعبي الوسط وهجوم صن داونز ما كانش حد بيخش عليهم. النهارده في بعض اللقطات في الماتش تؤكد لك ان دي مباراه خماسي، كره كلها على الارض وحد ضيقه بينقلوا لغايه 6 ياردة بتاعت فريق النادي الاهلي، دي ما شفناهاش قبل كده حتى في التوقيت اللي كان بيبقى فيه مشاكل دفاعيه في النادي الاهلي. عدم وجود الروح راجع لعدم وجود جهاز فني قوي يتعامل مع اللاعبين بشكل جيد. جهاز فني لم يشعر ولم يدرك ان هذه المباراه بروحين، بمعنى ان انا دخل هدف الاول في الدقيقه 15 مش من عاده الاهلي، والهدف الثاني في بدايه الدقيقه 20. النهارده اقدر اقفل واقول للعبتي ما يخشش فيه هدف قبل ما اجيب هدف، ما افضلش افضل فاتح الملعب والعب بشكل مفتوح امام فريق قوي ومنظم وعنده لياقه بدنيه وعنده سرعات وبيلعب على الارض وبيلعب لمسه وباصه. وبالتالي ضرب خط دفاع النادي الاهلي كله، ظهروا بالشكل الافضل فنيا، استطاعوا ان يكسروا عدد من الاهداف في الوقت اللي فيه المدير الفني للنادي الاهلي لم يظهر تماما، ولا بتعليمات بين الشوطين ولا بتغييرات مبكره ولا باداء يقول للعيبه نكتفي مثلا بالهدفين ونحاول نعوض في الضيق، اهم حاجه ما يخشش فيه. ازاي مدير فني يبقى طالع في الشوط الاول مهزوم 2-0 وما يفكرش قبل ما يفكر يعوض؟ لازم يفكر انه ما يخشش فيه اهداف ثانيه. وبالتالي هذا سيناريو المباراه بيفكرني بالظبط بباب برادلي مع المنتخب المصري امام غانا في ماتش السداسيه، برضه فضل فاتح الملعب. المدرب الاجنبي اللي ما بقاش عنده قيمه للفرقه اللي بيدربها ولا قيمه للمباراه الكبيره لما يكون لاعب فريق مش شايفه كويس، تبقى دي النتيجه، ولكن هذه النتيجه تستحق وقفه، ولكن وقفه بعقل يا استاذ احمد، لان انت